كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة نجاح دولة الإمارات في إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ. أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز التاريخي الرائد الذي تحقق بسواعد أبناء الإمارات ودوره في ترسيخ المكانة العلمية والفضائية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، مما يعد فخرا للعالمين العربي والإسلامي، ومتمنيا سموه لدولة الإمارات استمرار التقدم والنجاح والازدهار من أجل خير ورفاه شعبها الشقيق.